بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أستاذنا سيدنا شهم غيور باسل والنعم. أستاذنا سيدنا شهم غيور باسل من الحسين نهجه، من الحسين نهجه كل الصفات حامل. أسد لا بل جبل، أسد لا بل جبل فيه الشموخ كامل. والعلم حار عنده في بابه خر نازل. ليس المهم عددا لدينا قلب صامد. ايدك لي فوق. ها ليس المهم عددا لدينا قلب صامد. اسمع، قد قالها معلمي. ماذا قال؟ اسمع هاي لك. ها قد قالها معلمي، انتم جسد واحد. قد قالها معلمي، انتم جسد واحد، هذا الجسد لا ينثني. ها هيهات. هذا الجسد لا ينثني، شخص لشخص ساند. قد حاولوا تمزيقنا يا إلهي، قد حاولوا تمزيقنا يا رب، أنت الشاهد. صلوات نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال وسطية. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال وسطية. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية. يا أعلى من الناس فيك أرفع الرأس، يا أعلى من الناس فيك أرفع الرأس، من فكرك إنها السلام وعقيدة، فكرك مفاهيم فرقة أنت عالم، كل ساعة تطرح برامج جديد. الله من أشرف وإنساب أجدادك طياب، نهج اعتدالك يا أعلى من ريدك، فكرك معاصير يحيي الضمائر، علمنا رابك مبادئ مفيدة، حتى الموت نعشق هالمضامين. احنا نصار هاي الاعلامية، اصحاب اعتدال وسطية. نحييكم يا رواد المفاهيم.
اشرف قضيه اصحاب اعتدال وسطيه. نحييكم يا رواد المصادر قائدكم طرح اشرف قضيه وسطك اصحاب اعتدال وسطيه. صاحب براهيم وبعصرك حسين أعلى زمانك شهد لك دليلك يا قرة العين يا ناصر الدين. يا قرة العين يا ناصر الدين صدق أبد ما لقينا مثيلك. صدق أبد ما لقينا مثيلك. بحوث حوثك آثار تعشق هالاخيار كل العقول منيره تجيله. فقهي وتفاسير بالفلسفه نحير. فقهي وتفاسير بالفلسفه نحير. روحي واهلي الولين افتديلك. روحي واهلي الولين افتديلك. اصولك سيف حزما حرج جهال اصولك صار اصل الارجحيه اصحاب اعتدال وسطيه. نحييكم يا رواد المظاهر قائدكم طرح اشرف قضيه اصحاب اعتدال وسطيه. نحييكم يا رواد المظاهر اعلى والقتل عينها ويا للوحدة داعي للأمة راعي. للوحدة داعي للأمة راعي وتحملت كل مراري وأذية. ناصر للإسلام بتحسب حساب للباري ناصر ومنهج نبيه. وبرابك دروس تربي الانفوس معنى العبادة الصحيحة النقية. طرح الرب رفع أرقى شبال أهل تقوى وسلام وسطية أصحاب اعتدال وسطية. أحييكم يا اصلاح وتنوير نهجي النبي والصحابة. تكشف للاخطاء رافض للاهواء. تكشف للاخطاء رافض للاهواء. وربك تحبه تقدسه وتعبده داعي للإصلاح متحمل جراح. داعي للإصلاح متحمل جراح. فكري الضلالة بعلومك تفنده. فكري الضلالة بعلومك تفنده. وفاتك محت منهج التكفير وعن تجسيم ضرباتك قوية أصحاب اعتدال ووسطية. نحييكم يا صوتك قائدكم طرح أشرف قضية